أبو الفرج الأصفهاني هو علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي، أديب ومؤرخ وموسيقي وعالم في الأنساب والسير. ولد في أصفهان في العام 897 ميلادية، نشأ في بغداد وعاش بها معظم حياته، فكان من أعلامها خلال العصر الذهبي العباسي. تتلمذ على يد كوكبة من أبرز العلماء مثل ابن دريد والمزربان والأخفش والأنباري والطبري. له كتب كثيرة، من أشهرها كتاب الأغاني الذي ألفه على مدى 50 عاماً. يعتبر كتاب الأغاني موسوعة شاملة لمعارف العصر العباسي وآدابه وسيره وأشخاصه. هدف الكتاب الإمتاع وليس السرد التاريخي، ولذلك يصنف في باب الأدب وليس التأريخ. قال نقاده إنه يختار القصص المشوقة حتى لو كانت ضعيفة الإسناد والمصداقية، ويهمل الأخبار الجادة إذا كانت غير مسلية. رغم النقد، إلا أن الأغاني يمثل أفضل مرآة لمجتمع القرن الرابع في بغداد، العصر الذهبي العباسي. كان الأصفهاني غزير الإنتاج، فألف عشرات الكتب، منها مقاتل الطالبيين والقيان والإماء الشواغر وأيام العرب. توفي أبو الفرج الأصفهاني في بغداد في العام 967 عن 70 عاماً.